هذه تجربة برنولي واللي بدنا منها نتحقق من معادلة برنولي. قلنا انه التوتال هيد يساوي البوتنشال هيد زائد البرشر هيد زائد الفيلوسيتي هيد، وبين اي نقطتين المفروض ان الانرجي نفسها اذا ما كان في عندي ضياع للانرجي او هيد لوسز. ورايحين نستعمل برنولي اباراتوس اللي هي هذه، واللي عبارة عن انبوب افقي. طبعا يتغير المقطع، طبعا ما تتغير المقطع اذا لنفس الكيو يتغير السرعه وبناء عليها تتغير الكينيتيك فيلوسيتي كينيتيك انرجي، وبناء عليها اذا تغيرت كينيتيك انرجي لازم تغير الجزئين الثانيات من الانرجي حتى نحافظ على التوتال انرجي متساويه. طبعا بما انه هوريزونتال معناته بين اي نقطتين البوتنشال انرجي او الاليفيشن انرجي نفسها، فيظل بس عندنا الكينيتيك انرجي والبرشر انرجي، وهذا اللي رايحين احنا نقيسه في التجربه هذه. طبعا الفيلوسيتي نقيسها عن طريق كيو زي ما حكينا بالهيدروليك بنش، نغلق الطواشه ونقيس فوليوم مع زمن حتى تعطيني كيو، والموجود بالهاند اوت قديش الاقطار عند اي كل نقطه من النقاط هاي من نقطه واحد الى نقطه سبعة، وفي عندنا نقطة ثمانية اللي تقيسنا أو نقطة ستة، لأنه سبعة اللي هي عند الفالف هذا ما تهمنا، تهمنا عند من نقطة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة أقطارهم معروفة. فهذا في عندك كيو نقدر نحسب الفلوسيتي عند كل نقطة. طبعا وهاي تعطينا اللي يسموها استجنيشن هيد أو الفلوسيتي أو توتال هيد عند كل نقطة عن طريق تحريك الانبوب هذا بين النقاط عند كل نقطة، ونقيس الاستجنيشن هيد حسب القراءة عند العمود الثمانية. طبعا هذول يقيسون اللي سميناه البرشر هيد، وبيسكلي هم يقيسون الديفرنشال برشر يعني فرق البرشر بين نقطتين. فإذا ما نقرأ مثلا 100 هنا يعني 100 مليمتر، مو معناته البرشر هنا 100 مليمتر، بس 100 مليمتر مثلا وهذا 80 معناته الفرق بينهم 20، لانه الهواء مضغوط هنا مش الضغط جوي. لو انه فتحنا ضغط جوي بدنا عمود عالي من المياه حتى يقيسنا الضغط. طبعا نشغل التجربه الهيدروليك بنش، نشغل المضخه هيدروليك بنش. طبعا نحتاج الى ستوب واتش حتى نقيس تايم مع فوليوم. فهل التجربه هذه بس بدنا الابراتوس وستوب واتش طبعا والهيدروليك بنش هذا حتى نقيس فوليوم مع زمن. نشغل هالتجربة، نشغل المضخة. بس قبل ما نشغل المضخة طبعا الداتا اللي بدنا ناخذها، ناخذ فوليوم مع زمن كل ترايل ومنها نحسب كيو، وناخذ اللي يسمى ستاتيك هيد عند كل نقطة. ستاتيك هيد اللي هو القراءات الأعمدة هاي عند واحد قديش، عند اثنين، عند ثلاث، عند أربعة، عند خمسة، وناخذ قراءة استاجنيشن اللي هي القراءة هاي اللي هي استاجنيشن هيد. نحرك الانبوب الداخلي هذا عند نقطة واحد، نقطة اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، ونأخذ قراءتها من العمود ثمانية. طبعا بالتجربة يطلب مننا نكرر نقيس الفوليوم مع زمن ثلاث مرات حتى نطلع الأفريج كيو لكل ترايل. نبلش نشغل المضخة ونفتح المحبس هذا الخارجي. طبعا نحاول نفتحه بس انه ايش لدرجة انه ما ينزل القراءات عن حد معين، بينما نحن نتحكم بالكيو من المحبس. يعني التحكم بالكيو بين المحبس هذا والمحبس. اوكي ننتظر عليها شويه حتى يستقر الفلو، مثل العاده يكون
ممكن يكون في فقاعات في المية. فنبدأ في القياسات هاي بعد ما استقرت الفلو. فأول شيء نأخذ القراءات، مثلا عندنا عند خلينا نقول نقطة واحد الهيد كان 175، فنسجل عند واحد ستاتيك هيد 170 75. طبعا ستاجنيشن هيد نحرك هذا الانبوب الداخلي، نحركه لعند النقطة 1 تقريبا، عند النقطة 1، ونأخذ القراءة عند 880. طبعا ستاجنيشن هيد تعطينا التوتال هيد، بينما هذا يعطي بس البرشر هيد. المفروض انه هذه دائما اكبر من هاي، الفرق بينهم يعطينا الفيلوسيتي هيد بعدين نحسبها. عند نقطة 2 عندنا ستاجنيشن هيد، عند نقطة 2 يعني هاي هوين هون النقطة، عند 100 وتقريبا 42، عند 3 105 105. وهلو ما جران كمل معهم، ونفس الشيء نحرك هذا الستاجنيشن هاي عند كل نقطة، ونأخذ القراءة. طبعا المفروض ان الستاجنيشن هيد عند كل النقاط تعطينا نفس القيمة، يعني 180 185 مثلا هون اعطتنا، يعني بين 180 185 نستنى عليها حتى تستقر. وكمية الكيو زي ما حكينا، نسكر هاي الفتحة بالستوب ووتش، نبلش مثلا عند مثلا بس يبلش عند الواحد، بلش عند 2 مثلا ل 5، يعني 3 لتر بين 2 ل 5 3 لتر، يعني حسب 3 لتر 4 لتر 5 لتر. It's up to you. طبعا لما يكون الفلو قليل حجم صغير كفاية يكون عندك وقت. اوكي 3 لتر مثلا اعطتني اياه ب 25 بوينت 2 3 لتر 25.2. طبعا ممكن نعمل التريال كمان مرة، نفرغ المية نرجع ثاني مرة كمان نحسب بنفس الطريقة. هيك يكون في عندنا هاي القراءات اللي حصلناها، ومنها نعمل الحسابات. طبعا static head لكل trial، طبعا طلعنا الفلو ريت احنا، static head عندي، stagnation head او total head، طبعا الديستنس هذا بين النقاط المختلفة، الديامتر، الاريا لكل واحد، نقسم كيو على الاريا تعطيني الفيلوسيتي، نحسب الفيلوسيتي هيد ونحسب التوتال انرجي هيد. التوتال انرجي هيد هو الفيلوسيتي هيد زائد ستاتيك هيد، نقارن هذا مع اللي قسناه، يعني هذا التوتال هيد المقاس وهذا التوتال هيد المحسوب، ونشوف نقارن بينهم المفروض يطلعوا نفس القيمه او متقاربات حسب قديش كمية الايرور اللي ممكن تكون موجودة.